أكد المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال أن الهدف من لقاء حماس في بكين هو استكشاف صيغة مناسبة للانطلاق منها بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، آملا وجود توجه جدي من حماس قابل للتحقيق. المتحدث باسم فتح أوضح أن القبول بقرارات منظمة التحرير واحترام التزاماتها هو من مستلزمات نجاح الحوار، مشيرا إلى أن الجو غير مناسب لحكومة وحدة وطنية بعد الحرب على غزة. وقال نزال إن حماس وإسرائيل اشتركتا في إضعاف كيان وأفق السلطة الفلسطينية في غزة، مؤكدا صعوبة التوصل إلى صيغة مناسبة مع حماس في ظل الحرب على قطاع غزة. وأضاف نزال أنه من عادة حماس كل ما عرضت عليها أو عرضت عليها فتح تشكيل حكومة وفاق وطني رفضت، ثم تعود وتقترح حكومة جديدة، مستذكرا ما حدث في لقاء موسكو عندما اتفقت فتح وحماس، لتصرح حماس بعدها بأنها لا توافق على برنامج منظمة التحرير الذي يستند على دولة فلسطينية بحدود 67.